السلام عليكم استاذ. السلام عليكم استاذ. مية تلبي. السلام عليكم. شلون اخباركم؟ اي موجودين. الله يحييكم. شرفتوني في بعشيتك. احنا دائما لما بالاجتماعات مالتنا او مواجهتنا نطمح ان يكون طموحنا كثير جدا. بعشيتك في اثناء انه عمليات التحرير انه ما كان انه واحد يقدر يمشي هو بالسياره. معظم من الشغلات يعني بالتليفون يصير اجراء بيها ونتداركها، واحنا بساحه طموحنا مو هذا، طموحنا بعد، ولكن ان شاء الله نقول خطوه الهدفين دائما نقول جده بالخطوه الاولى وحدوتينا. للصندوق لو في هذه المنطقه وهذا الدور يعني مبلغ مو قليل احنا خصصناه لهذا. نعم. على خير والبركه. جئنا اليوم لمدينة بعشيقة والتقينا بالسيد مدير الناحية وتباحثنا معه مشاكل المدينة والمشاريع التي تضررت، وبإمكان صندوق إعادة الأعمار المناطق المتضررة بأن يعيد تأهيلها أو إنشائها. تطرقنا إلى مواضيع جدا مهمة بخصوص آلية التقديم إلى الصندوق بالنسبة للمشاريع. واليوم نفتتح شارع كيلومتر واحد داخل المدينة، وهناك شارع آخر لم نفتتحها بسبب وجود بعض النواقص، وأعطينا توجيهاتنا بأنه هذه النواقص يجب أن تكمل. طبعا احنا في صندوق إعادة الإعمار المناطق المتضررة الأولوية لدينا أن نرجع النازحين ونرجعهم إلى أماكنهم. فبهذا الخصوص السكن جدا مهم. احنا تباحثنا واحنا في 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 مفاوضات مع البنك الدولي لتخصيص مبالغ لتفعيل قانون التعويض العراقي بالنسبة للمواطنين حتى يرجعوا ويبنوا مساكنهم بطريقة جيدة ومهنية وهندسية جيدة. اليوم نحن متواجدين في ناحية بعشيقة، تم افتتاح تبليط شوارع في ناحية بعشيقة ضمن مشاريع صندوق الإعمار للمناطق المحررة والمتضررة. حضر السيد دارا وكيل وزير وزارة الإعمار والإسكان، نائب رئيس صندوق الإعمار، وكذلك كان الحفل بحضور السيد مدير ناحية بعشيقة والسيد الشيخ عمر عضو مجلس محافظة نينوى. طبعا العمل يتضمن تبليط أربع كيلومترات ضمن ناحية بعشيقة. هناك مسافة 300 متر من أصل طول الشارع هي لم يتم تنفيذها بالمستوى المطلوب من قبل الشركة المنفذة، اعترضت عليها دائرة الهندسة المقيم وكذلك مديرية بلدية بعشيقة. تم إجراء لازم، سيتم اتخاذ قرار عن طريق حيث سيقوم المقاول بقلع الجزء الغير منفذ والبيه والذي يتضمن روطان وتخسفات، سيتم تبليطه قلعه وتبليطه من جديد على طريق على حسابه الخاص. نحن نعتمد الشفافية والوضوح في عملنا، لذلك لابد أن يتم تشخيص الأخطاء، حيث أن هذه المبالغ هي من ضمن مبالغ دعم الاستقرار. وعدنا الأستاذ دارا بأنه سيكون هناك وقفة لصندوق الإعمار ضمن المناطق محافظة نينوى، سواء جنوب الموصل أو سهل نينوى أو غرب الموصل، سيتم تزويده بالكشوفات اللازمة عن طريق محافظة نينوى. نتأمل أن يكون لصندوق الإعمار مشاريع حقيقية تدعم عملية الاستقرار ضمن تخصيصات عام 2019. نحن إن شاء الله قادرين على إنجاز الإهمال الموكل إلينا. الآن أصبحت بلدية بعشيقة من أفضل البلديات في مجال النظافة وأعمال التبليط، باستثناء الشارع الذي
تم تبليطه، جزء منه تم تبليطه بطريقة مخالفة للمواصفات الفنية، سيتم اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة. اليوم تم افتتاح عدة من الطرق في ناحية بعشيقة من قبل سيادة وكيل وزير البلديات والأعمار، وكانت هذه الطرق قد نفذت من قبل صندوق أعمار نينوى، وكان لنا الكثير من الملاحظات على هذا المشروع، وخاصة الطرق التي نفذت في قصبة بهزاني بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، ونفذت بمعزل عن المراقبة والمتابعة من قبل الحكومة المحلية في ناحية بعشيقة، ومن خلال اتصالاتي بالسيد مدير الناحية والسيد رئيس المجلس ومدير البلدية، وقالوا بأن هذا المشروع تم بدون التنسيق مع الحكومة المحلية في بعشيقة. طبعا احنا هذا المشروع مفيد جدا للمواطنين، واحنا ما نقدر نتوقف عن افتتاحه، لانه بعكسه سوف يتم استخدامه طبعا من قبل المواطنين، واحنا نريد المواطنين يستفادون من هذا المشروع. فما ما ما الجزء المرفوض من هو 300 متر لا يشكل 3% من حجم العمل في المشروع، وسيتم تأهيله أو عمله على حساب المقاول. لدينا مشاريع أخرى سنفتتح خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم مجموعة كبيرة من الطرق في جنوب الموصل، وكذلك أحد المدارس في جنوب الموصل. لدينا مشاريع أخرى ستفتتح قريبا في جامعة الموصل، ومشاريع إن شاء الله كبيرة في طريقها للافتتاح. كان لدينا ملاحظات على رداءة تنفيذ قسم من الشوارع، وتم رفضها على أمل إعادتها مجددا، وتم استلام شارع آخر من قبل المختصين وكذلك مديريات بلديات نينوى. نأمل من الدوائر الخدمية ومن الوزارات دعم محافظة نينوى لتمكين الدوائر في القيام بواجباتهم بتقديم بالنهوض بالواقع الخدمي في الأقضية والنواحي. تشرفنا اليوم بزيارة السيد الوكيل لوزارة البلديات والإسكان، وكذلك السيد مدير بلديات محافظة نينوى لافتتاح الطريق المؤدي إلى جبل بعشيقة. هذا الإنجاز الذي قامت به لجنة صندوق الإعمار في الوزارة، وباسم أهالي بعشيقة تقدم بالشكر الجزيل للجنة صندوق الإعمار وكذلك السيد مدير بلديات محافظة نينوى لموقفه تجاه بلدية بعشيقة ودعمه اللامحدود للبلدية.